هذه المرة من محافظة أسوان بصعيد مصر نرجس عادل إبراهيم، هنحط صورتها أمام حضراتكم الآن. من محافظة أسوان 18 سنة، مقيمة في مركز كومنبوب التابع لمحافظة أسوان، زي ما قلت لحضراتكم سنها 18 سنة. اختفت يوم 7/12، 7 ديسمبر الجاري، وزي ما حضراتكم شايفين اختفت يعني منذ تقريبا، اختفت الساعة 3 بعد ظهر يوم 7 ديسمبر الجاري. كانت مخطوبة وزفافها كان المفروض انه هيكون بعد عيد ميلاد القادم. معنا في هذا الشأن خال الفتاة القاصر نرجس عادل الأستاذ جيد. مساء الخير يا فندم. اظن يا باشا، بتشرح لنا ايه اللي حصل لو سمحت؟ اللي حصل يا باشا كانت متوجهة على الدرس، كانت ايه؟ كان هي الاول نجدة الاحمدية مركز طبنبو. يا ريت تسمعنا من التليفون بس مش من التلفزيون، اتفضل كمل. معاك يا باشا. فبعد كده رجعت من البيت طبعا للدرس، أو ما وصلتش الدرس كويس، كان في صيدلية، صيدلية الجعفري، آخر كام رياضة صيدلية الجعفري، صيدلية طبعا واحد مختفي عنها، وحتى الحكومة ما فيش أي مساعدة من توجه ولا أي حاجة، كانت يعني ما فيش أي استهلاك. ايوه يعني ما فيش اي مساعده من الشرطه. ما فيش أي مساعدة أبدا ولا أي بيانات، يعني دي الوقت اللي هي 7 أيام. ايوه، هل كان في اي مشاكل بينكم وبينها قبل اختفائها؟ لا ما فيش أي مشاكل الحمد لله، والبيت قريبة وكويسة، يعني ما فيش أي مشاكل من جهتها هنا، وخطيبها لسه متمسك بيها، وما يقول برضه أنا آخدها حتى لو رجعت أنا آخدها برضه، يعني لو أمها زعلتها وأبوها زعلها ولا في أي مشاكل خالص. أيوة. طيب توصف لنا حال الأسرة دلوقتي بعد اختفاء. حال الأسرة دلوقتي متأثرة جدا، يعني كأم كأبو كل متأثر جدا جدا، ازاي يعني كانوا يفرحوا والفرحة اتكسرت والبيت مش موجود، يعني حاجة صعبة. أم حنين تعبانة وأم تعبانة، وصلت للأسر البسيطة. ايوه، هي كانت بتدرس فين؟ ثالثة تجارة، ثالثة تجارة، تمام. مركز كابومبو. ايوه، وزي ما قلت حضرتك ان هي كانت رايحة للدرس لكن ما وصلتش هناك. ما وصلتش آخر حاجة الصيدلية، القمر جاب آخر حاجة معانا الصيدلية، بعد الصيدلية تم اختفاءها. ايوه، هي كان معاها تليفون؟ كان معاها تليفون بس ما خلصت المحادثة مع خطيبها، وكلمت مع خطيبها قالت أنا أفصل، قربت أوصل الدرس هفصل منك وبعدين أبقى أكلمك تاني. ايوه وبعد كده لقينا التليفون مقفول. ايوه تمام. طيب هل حضرتك تحب توجه لها اي نداء لو هي سمعانا الان، او تحب توجه نداء لاي حد لو شافها؟ ترى اي حد يشوفها عنده رقم التليفون، يعني ارجو من اي حد يشوفها يبلغنا بيها بس، وارجو من حبايبنا كلهم اللي في مصر سواء مسلم سواء مسيحي، كلنا اخوات، حطنا في مكاننا في موقفنا، ويدينا رسالة بيها.
ايوه حضرتك تحب تقول اي شيء اخر؟ الله يبارك فيك يا باشا، تعيش يعني احنا طبعا الله يحفظك. بنتمنى ان يعني لما السادة المشاهدين يا ريت نحط صورتها مرة اخرى على الشاشة، بنوجه نداء لكل السادة المشاهدين سواء مسيحيين او مسلمين اللي يعني يتعرف عليها او يشوفها يتواصل مع القناة، واحنا بدورنا هنتواصل مع اسرتها، ونرجو ان احنا في الايام القادمة يعني بنسمع خبر عودتها. متشكر جدا للاستاذ جيد خال نرجس عادل ابراهيم. بيستمر مسلسل اختفاء القبطيات سواء قاصرات او بالغات، وزي ما حضراتكم عارفين ان هي بيبقى ليها توقيتات على مدار السنة، ويعني بيتم للأسف التلاعب بأغلبهم خصوصا القاصرات على يد شبكات من السلفيين اللي بتستهدف القبطيات، بتبقى عارفة نقطة ضعف كل واحدة، ويعني حوارات وسيناريوهات مختلفة على حسب ظروف كل واحدة. شفنا الأسبوع اللي فات أو الحلقة اللي فاتت أحد السادة المحامين قال انه بشهادة اسلمة لاحدى القبطيات بالرغم من ان هي خريجة معهد الصم والبكم ولا بتتكلم ولا بتسمع، لكن الشهادة طلعت وبتقول انها نطقت بالشهادتين. طبعا هناك مافيا كبيرة من السلفيين وموظفين في الازهر هم اللي بيقوموا بمثل هذه المخططات، وللأسف السلطات والأمن متواطئ وساكت ومتباطئ في البحث عن القبطيات اللي بيختفوا سواء مخطوفين أو بيبقوا قاصرات بيتم إغوائهم. بنرجو في حالة بنتنا نرجس عادل إبراهيم إن ما يكونش هو ده السيناريو، ويعني بوجه نداء لكل السادة المواطنين اللي يشوفها يتواصل معانا، واحنا بدورنا نتواصل مع أسرتها.